تعالى نشوف الزغلولين دول. الزغلولين دول فقسهم من امبارح، الاهالي ما اكلتهمش. تعالى نشوف، شوف لسه يعني بقاله يوم ولسه الاهالي ما اكلتهمش. طب ليه الاهالي ما اكلتهمش؟ هنشوف مع بعض ليه الاهالي ما اكلتهمش. تعال مع بعض نشوف السبب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهاردة ازاي ننقذ الزغلولين دول. الزغلولين اهاليهم سابوهم وتركوهم ما اكلهمش او لاي سبب. تعالوا اقول لكم اول حكايه الزغلولين دول ايه، ليه الاهالي دي ما بتاكلش الزغلولين دول. ده اكيد في سبب. السبب اللي عندي حاليا ان البطين كانوا مش بتوع القص ده، البيضه بتاعت القص ده بقالها حوالي اسبوع، لكن الزغلولين اللي فقسهم مش بتوعهم. الزغلولين دول طبعا فقسوا بعد 18 يوم، فبالتالي الاهالي ما كانوش لسه جهزوا من اللبه. طيب تعالوا نشوف هم كانوا بتوع ايه، وحكايه ليه اهاليهم سابهم البطين وسابوهم وطارهم وايه اللي حصل. الكرتونه دي كان البطين كانوا هنا في الحته دي اللي هم الزغلولين اللي فقسوا دول، فانا وانا بتابع لاحظت ان في ذكر طار مني، الباب اتساب مفتوح وفي ذكر طار، فالنتال وحدها رقدت على البيض يومين، فايه لقيت الذكر مرجعش، فطبعا سابت البيض وقامت من على البيض. البيض كان ناقر وخلاص على وشك ان هو يفقس، فطبعا انا انقذت البيض، ما لقيتش المفروض انقله مع بيض في نفس العمر او انقله مع حاجه اللي هي تقدر تاكلهم، فانا نقلتهم للحمامه دي. ليه نقلتهم للحمامة دي؟ انا لقيت الحمامة دي تحتها بيضة واحدة وغالبا البيضة فارغة فاسدة، فانا كنت سايبها احتياطي، لكن هي مش هتأكل الزغاليل دي، لا هي ولا الذكر بتاعها. القص ده مش هيأكلهم. ليه بقى مش هيأكلهم؟ لان اللبة ما بيتكونش تحت في حصلة الاهالي. اللبة اللي هو او التلبين اللي بيعطى للزغاليل مش بيتكون غير بعد ما يرقد الحمام 18 يوم على البيض، وهي راقدة بقالها على بيضتها دي حوالي اسبوع بس، فبالتالي هي مش هيكون عندها اللبة موجود. تمام. فاحنا في البداية لو في زغاليل في نفس الحجم او في نفس العمر هننقل معاهم، لكن مفيش، فانا هضطر ان انا اخد الزغلولين مؤقتا اكلهم وارجعهم تاني. هنشوف هننقذهم ازاي واكلهم ونرجعهم تحت الدفى بتاعها. مهم جدا، انا محتاج الدفى بتاعها، محتاج الدفى بتاع الاهالي. فهو بالظبط كده هشيلهم بحرص واحطهم، الجو برد جدا النهاردة فانا بتصرف معهم بالطريقة دي. طبعا الزغلولين بتوعنا جعانين جدا، فاضيين تماما تماما تماما. اهو لو شفنا مفيش خالص، مفيش فيه اي اكل، لسه ماكلش خالص، فلازم اول وجبة دي تكون بحرص، بحرص جدا جدا جدا، والا لو ما كانش عندك خبرة هيموتوا منك. اهو مفيش فيه تماما، لكن لو ما اكلتوش هيموت. طيب انا عندي طبعا زي ما حضراتكم عارفين المبسم السيليكون ده، مبسم السيليكون ده اللي مهم جدا للزغليل اللي هي من عمر يوم، ده بيتركب على اي سرنجة زي كده. تمام. اهو اي سرنجة، سواء 3 سنتي 5 سنتي 10 سنتي 20 سنتي اللي انت عايزه الموجود، وده الميكس اللي انا بستخدمه. تمام. لو مفيش الميكس انا هعمل ايه؟ انا هعمل بالشيء اللي موجود كل الناس تقدر تجيبه، اللي هو كيس حليب
او لبن جاف، كيس حليب جاف ده هنقص. تمام، خلي بالك من الطريقه كويس جدا، مهم قوي 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 قوي. هتنقص زغلولين، لو عندك زغليل ب1000 جنيه هتنقص زغلولين زي دول. هتحط طبعا هو في البدايه مش بياكله كتير، اول وجبه دي بتكون يعني اقل القليل، لازم ما تكبس عليه في الاكل في البدايه. تمام، ويكون معاك ميه دافيه، انا جايب ازازه ميه دافيه اهو، ميه دافيه زي دي جايبها من السخان او انت مسخن شويه ميه جايبهم، لكن تكون ميه دافيه فتره علشان الزغليل ما يبردوش ويموتوا من البرد، الاكل ينزل عليهم بارد. ونضيف عليها ميه قليله جدا بحيث ان انت تخليها زي الحليب. تمام، وهنقلبها لحد ما يصبح كانك انت بتعطيهم شربة حليب كده بالشكل ده. قلبها تماما، وهنسحب بالسرنجة. زي ما قلت لحضرتك هو بياكل وجبة صغيرة جدا جدا، الله يكون في عون الاهالي. يعني هو الموضوع متعب مرهق بالنسبة للمربي لما يمر بالظروف اللي زي دي، فالافضل طبعا ان الاهالي هم اللي يوكلوهم. لو انت قدرت، لو عندك قص تاني شغال ومعاه نفس عمر الزغليل حط تحته، لو معاه زغلولة معاه اتنين حط تحت القص اللي شغال. تمام، يبقى انا هنعطي للزغلول ولو نص سنتي، وتكرر العملية دي لو تقدر اهو. كن بحرص جدا ما تكبس عليه قوي، لسه اول مرة ياكل. تمام، فانا اعطيه شوية شوية، موضوع كده ايه سقسقة. لو عرفت كل ساعتين تعمل له شوية زي دول يبقى كتر خيرك قوي. لو عرفت كل ساعتين او تلات اربع مرات في اليوم لو انت مش فاضي. مبسم السيليكون ده يا جماعة سحر، قبل ما نعرفه مش عارف كنا بنعمل ازاي. بننقذ الزغلولين طبعا، المية دافية يا جماعة بحيث ان انت تحط المية كده زي الرضع بتاعت الطفل اهو، تستحملها وتكون دافية ما تكونش باردة ولا سخنة. تمام، شوفها على جلد ايدك كده. طبعا الزغيل زي ما قلت لك مش متعودة على الاكل، فاحنا بنعطيها قدر قليل جدا، وبترجع بعد شوية نعطيها تاني لحد ما تتعود على الاكل عشان ما تموتش منك. لو عندك زغلولين ب1000 جنيه تنقذهم حرام، ايا كان نوع غالي نوع رخيص انقذ الزغاليل. طبعا انت انا ما بنصحش بقولكش اعمل كده الا ان كنت مضطر، لكن الاهالي طبعا تصغيط الاهالي افضل افضل بكتير من اي تصغيط تاني. احنا بنضطر نكون مضطرين، لازم تكون جاهز لاي طوارئ. تمام، شوف انا بعمل له نقطة بنقطة، ولو الزغلول معكوك كده ننضفه، واهم حاجة ترجع الزغلولين تحت الاهالي. بسم الله ما شاء الله كل، حاول كمان اللالادي، احنا دلوقتي بالليل نحاول كمان اللالادي نعطيه نزوده تاني لحد ما نشوف الاهالي دي. لو فضلت اتعامل معاه كده اسبوع ماشي مفيش مشكلة لحد ما الاهالي تبدأ تأكله، لكن خلي بالك الاهالي اللي هي ما رقدتش على البيض 18 يوم هتبدأ تأكله، لو اكلته هتأكله دورة خشن مش هتأكله الناعم ده، فهو محتاج اللبة ده اهو. لو شفت ازاي كأن فيه بقى اللبن جوه الحليب ابيض اهو، شوف الزغلولين كلوا ما شاء الله. الوقت نلحق بسرعة نحطهم تحت الاهالي في دفا دفا الام. طبعا اهم شيء ان يرجعوا للدفا بسرعة. نحطهم تاني برضو، هنسيب لها البيضة بتاعتها عشان ما تقومش وتسيب الزغلولين لان هي راقدة علشان البيضة بتاعتها. تمام كده، ارجو انك تكون استفدت من الموضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.